بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنبدا في تصميم اللبشه بتاعه المنشا ده. المنشا ده عباره عن 15 دور تقريبا، 20 دور، عباره عن 20 دور وفي بدروم واحد. الاساسات بتاعتنا عباره عن حاجه بالشكل ده كده. اللي بره ديت اللي هو لونها بني ديت، هي دي عباره عن الريتيننج وول بتاعتي. ده عباره عن مكان خزان، تمام كده. دي حدود الخزان بتاعتي، خزان فيه ميه طبعا، فعملت له ريتيننج وول بالشكل ده. دي حدود اللبشه بتاعتي، دي الاعمده بتاعتي. ده عباره عن كور معايا، كل الاعمده دي عباره عن كومبوزيت كولر. هي مش تفرق معايا كومبوزيت ولا مش كومبوزيت، اهم حاجه عندي ابعاد الاعمده بتاعتي. انا عايز اعرف دلوقتي اللبشه دي بتاعتي هتتصمم كانها لبشه اون سويل ولا اون باير، لافت اون باير ولا اون سويل. خلاص كده هعرفها ازاي؟ لازم يبقى عندي وزن المنشا ديد لود ولايف لود، اقارن الاستريس اللي جاي من الديد لود واللايف لود ده بالبيرنج كاباسيتي. البيرنج كاباسيتي عندي كام تقريبا؟ هناخد اثنين مثلا، اثنين. خلاص كده هنفترض ان البيرنج كاباسيتي بتاعتك اثنين، هو المفروض اساسا تبقى محدده عندك في المشروع او من جثه، تقرير جثه. هنفترض ان عندي ايه الجثه بتاعتي، مطلعه لي ان البيرنج كاباسيتي بتاعتي باثنين. طيب هل دلوقتي الاواعي دي تحتاج ان هي تشتغل على بيض ولا على لبشه؟ هنعرف ازاي؟ نروح لملف الايتاب بتاعنا، نقول له اظهر لي رياكشنات نتيجه الديد واللايف. يبقى ديسبلاي شو تيبل، نيجي هنا في الرياكشن سبورت اللي هو السبورت رياكشن، نختار من هنا الديد واللايف دي بس، ونختار من هنا الديد. الديد الديد لود اللايف لود فين اللي هو؟ ده اللي هو عباره عن ايه؟ اللي انا عايز ديد ولايف بس، ديد زائد لايف. يعني انت مش عملت اللي هو ديت زائد لايف بس؟ طيب نعمل هنا كومباينيشن، اد نيو كومباينيشن، ونقول له هنا مثلا اسمها ديت لود زائد لايف لود، ماشي. نقول له ديت كده بواحد موديفاي، ده بواحد موديفاي، تمام كده. نظهر تاني ديسبلاي شو تيبلز، لا لا لا، احنا لما نيجي نشتغل مع التربه البيلينج كاباست بتاعت التربه ديت حاجه وركينج. يعني لما نيجي نقارن طبعا زي الديفليكشن بالظبط، الديفليكشن لما نيجي نعمل الشيك على الديفليكشن ورك، هو نفس الكلام في السويد. ممكن او تضرب البيلينج كاباست في ونص تبقى اقرب للصح، يعني مش صح قوي. ديت لايف هنا هي ديت لود لايف لود، ماشي. بلاش سيلكشن اون دي، ينزل لي كل الرياكشنات، نتك ايه؟ اوكي. ده كده الرياكشنات بتاعت نتيجة الكيس اللي هي دي زائد. طب احنا اللي عايزينه بس اللي هو ايه؟ السمشن بتاع الاف زد هنا، هل هو مديهولي؟ لا، يبقى هنيجي هنا ونقول له كوبي انتاير تيبل، ونيجي هنا مثلا في شيت جديد، ونقول له هنا ايه؟ كنترول في. هنيجي عند الاف زد ده كده، طبعا انت عندك فيه مشكله. لا مفيش مشكله. الاصفار ديت جايه من الكور ولا جايه منين؟ الاصفار دي المومنتات، الاصفار دي حاجه خاصه بالكور. يعني انت موصف العمليه كلها عندك فيكسد، كله فيكسد. امال ماشي، الكور واخد ده كله ازاي؟ واخد ابعاد كتير، يعني واخد ارقام كتير. لا بس عشان برضه تبقى في الصوره لازم يبقى كله فيكسد ما عدا بس. ماشي ماشي، بس هيظهر لك حاجه بسيطه على الاقل، بوينت او او واحد ولا اي حاجه. طيب ماشي، بده بيساوي السبمشن كنترول شيفت اتجاه لفوق لفوق كنترول، صفصف شوية. تسعة وسبعين ألف وربعمية وخمسة. أمال إيه ده؟ ده أنا جبت كلمة حلوة، حلوة وجمعت. ممكن يبقى ابسط الحاجات ديت. انت معنى ان انت خدت اللي هو انفلوب صح؟
ولا ايه؟ اللي هو ماكسيمم. جبت الخمس حاجات اللي دفعتهم على ستوك سيل، والبيجيت سمر كان بيقول ان هو في حاجه يعني بتجيب لك اقصى ثلاث اقصى اكشن اقصى مومنت في واحده بتسمي اثنين. الشيت الجاي هنا عايزين كده شوف شوف اذا كان عندي اللوت والله بلوت، بس عندنا هنا مطلع قد ايه؟ الشيت اللي هنا مطلع لوحده 79، ده ديد ولايف، ما بالك بقى لو حطيت مثلا التيميت هيرسمك ديد مثلا ولايف هيطلع لك هيكسر ال 100,000 صح كده؟ ده كده ديد ولايف طبعا هيبقى حاجه خطيره جدا. ليه بقى؟ هنيجي ناخد القيمه دي، ده كده وزن المنشأ ديد ولايف، هنيجي نقسمه على مساحه المنشأ بتاعتي. مساحه المنشأ اللي هي كام؟ اللي هي المساحه الخارجيه دي، مش راضيه تطلع. نص ايه الشيت جاب كل عمود بكام واحدة بس من ايه؟ الكور؟ الشيت في الشيت كل عمود بكام واحدة بس من الكور؟ اه الاريا بتاعتنا 1750 متر مربع، دي الاريا بتاعت الايه؟ اللبشه بتاعتي. طيب ديت بقى تعملي ستريس قد ايه؟ احنا عندنا هنا قلنا كام؟ 75,000 79400 79,400 اه 79,400 على انتر انتر سيف 79,400 على 1700 1750 طبعا هتديك رقم مهول 4.5 45 طن على المتر المربع او 4.5 كيلو جرام على السنتيمتر المربع، وانت عندك اثنين يبقى هتحتاج ايه؟ بايض صح كده؟ عددها قد ايه؟ يبقى لازم تبقى عارف الخازوق هيشيل قد ايه؟ طبعا انت عشان تعرف الخازوق قد ايه يبقى لازم عندك جثه خلاص كده، عشان تعرف اللي هو التيب ريزيستنس والفليكشن ريزيستنس والايه؟ والسكين سكين فليكشن والايه؟ والتيب ريزيستنس والحاجات اللي انت خدتها في السويل دي. ما عندكش جثه، هنفترض مثلا ان احنا عندنا خازوق 60 سم يشيل 100 طن. الخازوق الواحد اللي هو 60 سم يشيل 100 طن. 100 طن دوت بالتيب والايه؟ والسكين فليكشن. ولو 50 سم هنعتبر ان هو بيشيل 70 طن. تمام كده؟ هنستخدم ايه؟ انا شايف ان الموضوع كبير شويه، قلت ان احنا هنشتغل 60. 60 هو هيستخدم 100 طن. طب احنا عندنا في خازوق واحد بيشيل 100 طن، طب عدد الخوازيق قد ايه؟ على فكره برضه 100 طن ديت وركينج. ماشي؟ يبقى هنقول 79,400 على 100 هيدينا كام خازوق؟ 794 خازوق. رقم طبعا مهول جدا. بس الفكره هو انا المايك كنت عندها بوينت 4.5 دولار. لا انت كده مش عارف. الحمل دلوقتي المايك حطيت. انا هشرح على اللي موجود عندي. ماشي؟ يعني انا دلوقتي هشرح على الايه؟ على الحاجه اللي موجوده عندي. طبعا لو احنا عايزين نزود كمان على خازوق مكان مثلا. الخزينه يا باشمهندس. لا. على مكان ال 800 خازوق دول. اهو. لو احنا مثلا عايزين نزود الخازوق مثلا نقول هنستخدم مثلا 70 يشيل 150 مثلا يعني، يعني احنا لو قلنا اللي هو على 150 يبقى عندنا كام؟ حوالي 530 خازوق، ده مثلا قطر 70 وهيشيل 150. طيب لما نيجي نقسمه بقى هنا، انا هاخد ده لوحده الاول، هاخده كوبي لوحده كده. اولا عندي قطر الخازوق كام؟ 70. المسافه من الخازوق للتاني كام؟ من 2.5 الفاي ل 8 الفاي، 2.5 الفاي ل 8 الفاي. ثلاثة؟ 2.5 أنا بحسبها بتقول لي ثلاثة، ولا هي من 2.5 ل 8 ماشي؟ وليكن مثلا أنت عندك القطر كام؟ ما دايما بياخدوها الأصغر. 70. إحنا هنبدأ بالأصغر ونشوف هيدينا قد إيه. ماشي؟ وطبعا إحنا ممكن بعمليات حسابية نعرف نجيبها، بس عشان أنا مش في دماغي دلوقتي هنفترض وبعد كده نشوف هتدينا قد إيه. تمام كده؟ ال 530 احنا بس نجيب المسافة الأول اللي هي 2.5 باي 2.5 في 7 مدينا واحدة 1.75 يعني 1.75 من السنتر طبعا. ده كده اللي هو الإيه؟ المسافة ما بين الخوازيق. تمام كده؟ ناخدها كوبي ونحطها هنا. طبعا المسافة ما بين وش اللبشة لغاية وش لغاية السنتر بتاع الخازوق كام؟ واحد ربع فاي مش في نص بقى اللي هو نص الواحد يعني واحد ربع في بوينت سبعة كام؟ بوينت تمانية سبعة. يعني هنعمل كده مو فوق بوينت تمانية سبعة
موز بوينت 8 7 5 صح؟ بوينت 5 كومبوز. عايزين بقى نعمل ريبليكيت الكلام ده كله، تمام كده؟ هنعمل ريبليكيت او اري 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 ريكتانجولر، ماشي. الكاونت قد ايه؟ العدد سي انتر، هليكن مثلا احنا هنعمل كده في الاتجاه دوت، مثلا عدد وليكن 20، ماشي. في الاتجاه الثاني مثلا وليكن 50، ماشي. السبيسنج كان واحد 75، ما اتظبطتش. ممكن نعمل كنترول زد الري، لان الاري في 12 ريزد شويه. نخلي واحد العدد مثلا هنا 50، السبيسنج اس 1.75 اهي. هنعمل ده سبيس اري برضه لفوق. عايزين نعمل برضه اري في الاتجاه الثاني، ممكن نتك على ده كده دبل كليك. انا اعمل لك اكسبلود وخلاص. انت مش عارف ايه اكسبلود عشان لا انا عايز اعمل اري برضه عادي، اعمل اري في الاتجاه الثاني. ريكتانجلر كاونت مثلا 20 واحد بس انت بتقول اكسبت اسوشيشن بيز اري. احنا ريت ده، لا انا عايز اعمل اللي ده اعمله اري لفوق يا عم. بلاش اري لفوق، اكسبلور اكسبلور. نعمل اري لجوه، اري ريكتانجلر، تمام تمام كاونت سي انتر. العدد في الاتجاه اللي فوق مثلا وليكن 20 مثلا، العدد هنا واحد، السبيسنج انتر 1.75 صح كده؟ تمام كده. طبعا هنشيل ده كله، في حاجة اتكتبت المفروض نشيل كمان عامل كده. طيب عايزين نعد العدد ده كده. ها؟ ليه؟ نعمل كوبي سي او انتر، نعلم عليهم. تقول انت هنا اخترت كام؟ 560، ايوه تمام كده. احنا عايزين كام؟ مفيش مشكله. عايزين نقعد نظبط بقى ونعمل خلاص، ماشي. هنقعد بقى ايه نقلل شويه مثلا. ما جاتش ايه؟ على 30 خازوق. ايه؟ ما جاتش على 30 خازوق. مش لا هي هتيجي، لا لا هي هتيجي. انت عارف لو 500 مثلا و30، 530 وانت خليت 535 532، ده مش مشكله. لكن 30 خازوق مره واحده، بتتكلم مثلا فلوس كتير. اه طبعا بتتكلم فوق 50000 جنيه ولا 60000 جنيه، تمام. هو بيشيل 140. يعني عشان بس ما نضيعش وقت كتير، المفروض نقعد نزيد ونحط. يعني هنفترض مثلا اللي هو 50، هنا 560 صح كده؟ واحنا عايزين نشيل لغايه كام؟ 560 اللي هو 97400 على 650 ولا 560؟ 560 يبقى خازوق بيشيل 141. 140 طبعا. اه هنفترض ان الخازوق بيشيل 141. 142 كويس. تمام كده يا رجاله؟ طيب بعد كده احنا كده دوت ايه؟ دوت كده اللي هو ريتنج بول. لا احنا مش عايزين ريتنج بول، نعمل ليه جديده اسمها مثلا بايت، تمام كده؟ ليها لون معين، ليها لون غامق شويه كده، ماشي. نختار ده كده، نقول ان ده اسمه بايت. كنترول اس، ناخد بقى البايتس دي ناخدها كوبي نحطها هنا كده. يا رجاله احنا كده خلصنا ملف دي اكس اف، ويعتبر خلصنا دي بشكل كله، ان بعد كده كله كلام هايل بعد كده. يعني هو الصعوبه يعني البايتس دي بتصدر للكتاب سبشنز. لا احنا مش عايزينها في الكتاب، احنا عايزينها فين؟ في السيف. السيف احنا كده سيفنا كل حاجه، نبدا ناخد الحاجات ديت من ايه؟ ونصدرها للسيف. نفتح ملف السيف بتاعنا، هو احنا بس هنصدر بس الاحمال بتاعه البيز بتاعتنا لملف السيف الاول، خلاص. هنيجي هنا نقول له ايه؟ فايل سبورت
تو ايه سيف ريجن 12. هنختار ايه بقى؟ البيز. البيز هنختار ايه؟ سبورت فلور لودز اند لود فروم ايه اباف، يعني الاحمال اللي جايه فوق جنب. والكيس بتاعتنا كلها متكه. اوكي اوكي هو هيقول لي انا عايز سيفها فين؟ اي حته اهو في بروجكت التاني. هنا نعمل مثلا هنا ملف اسمه ايتاب تو سيف ماشي، ونصابيه فمثلا ايه لكنها رفت. اوه لا ده في حاجة ايتاب موديل ده هو لسه هيعمل رن الموديل. لا انا مقفولة بس هو كان بيسيفه اف دي بي. هو بيسيفه على طول. طب هو فين؟ فين هو؟ لو ميت اف دي بي مش المفروض اف دي دي بي. لا اصلا بستورد انا يعني لما افتح السيف بتاعي اف 2 كي بعد اف 2 كي كونتينو يا بعد. ماشي خلينا من هنا اقول له ايه فايل امبورت. امبورت ايه بقى اف 2 كي فلازم نسيب اف 2 كي. خلاص هقول لك ايرور فايل اكسبورت نسيب 2012 اف 2 كي اهو. ما هو ارو ما ايه بقى نكمل بقى الكلام. احنا كان ملف بس مش معمول بران. هنقول له فايل اكسبورت سيف 12 اختار البيت اكسبورت سيلكت الكيسز. اوكي نختار هنا ايتاب تو سيف اف 2 كي. طبعا الملف احنا بقى ايتاب مش سيف اللي هو سيف فروم ايتاب ماشي. ونسمي لفت سيف. هنفتح هنا الملف بتاعنا بتاع السيف. هنقول فايل اكس امبورت اف 2 كي. نروح على المكان اللي احنا سيفنا فيه بروجكت سيف 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 فروم ايتاب اف 2 كي. طبعا في مشاكل عندك في ال جريد هي اللي مش مظبوطة. الجريدات ديت هي اللي مش مظبوطة. مش مشكلة دي كده اللي هي الخطوط اللي هو عاملها ديت على اساس ان ديت ماشي. احنا مش هنحتاجها حاجة قوي يعني. اولا احنا عايزين نتاكد ان هو جاب الاحمال ولا لا. هنيجي من هنا نقول له شو لو ده 3 دي هو كده جاب الاحمال بتاعي. تمام كده. عايزين دلوقتي نعمل ايه بقى؟ نعمل امبورت الملف الدي اكس اف اللي احنا كنا راسمينه بالابعاد بقى بمكان الاعمده فايل. تمام كده. بس لازم يكون الدي اكس اف بتاعنا البوزيشن بتاعه بالنسبه للكارتيزيان الاحداثيات بتاعتنا نفس الاحداثيات اللي هنا. تمام كده. فانت عايزين بقى ملف الدي اكس اف اللي انت عملت ملف الدي اكس اف بتاعنا اللي هو ده دوت اللي احنا هنشتغل عليه دوت اللي احنا اتفضلناه للايتاب ده الاحداثيات بتاعت احداث الصفر والصفر هنا. فاللي احنا عايزين دلوقتي ايه؟ عايزين نخلي احداثيات الرافت دي كلها تبقى في نفس احداثيات الايه؟ الرافت اللي هناك. وليكن مثلا ناخد من هنا اللي هو البوردر بتاعنا اللي بره دوت وناخد كنترول شيفت سي من النقطه دي نيجي هناك نقول كنترول في نحطه هنا. بعد كده ناخده هو تاني كنترول شيفت سي نمسكه من الصفر لصفر. انت حاطط هنا حتى خط ساعدنا. بعد كده نيجي هنا نقول له كنترول في ونقول له حطه لي عند الصفر والصفر. تمام كده. بعد كده ناخد ده كده موف
نحطه هنا. يبقى احنا كده ايه؟ حرقناه، نعمل كنترول اس. اللي احنا هنعمله بعد كده هنقفل الملف دوت نور نور، بعد كده نيجي للسيف نقول له فايل امبورت اركتكتشر، نحطها فين؟ دي اكس اف. اين دي اكس اف؟ اين دي اكس اف؟ بروجكت دي اكس اف لفت، نخليها هنا بالمتر ماشي. نخلي اد سنتر لاين على مسافة مثلا وليكن 0.4، نتك اوكي بالظبط عليه. تمام كده. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ نبدأ نرسم الأعمدة والبايلز والحوائط وحدود البلاطة. يبقى احنا كده خلصنا الايه؟ خلصنا الملف بتاعنا. نرسمها ازاي؟ أول حاجة مثلا وليكن البايلز اللي احنا ايه؟ عملنا لنا مشكلة. أول حاجة هنيجي نقول له أوبشن أركتكتشر بلان أوبشن، نختار البايلز بس لوحديها ونقول له أوكي، نعمل أنفورم شيب عشان الايه؟ الحاجة دي ما تشالش معانا. هنيجي هنا من أمر كولم، هنرسم كولم عند كل خازوق. هو احنا أصلا كنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين عند كل خازوق بالظبط نعمل ايه؟ سبرينج، اللي هو بايه؟ بيعبر لي عن الستيفنس بتاع الخازوق بتاعنا. عشان نحط سبرينج عند منتصف كل دايره صعب شويه، فممكن نعمل ايه؟ نتغاضى عنها بان احنا نرسم كولم صغير جدا مثلا وليكن بارتفاع متر ولا حاجه، خلاص كده. وبعد كده نختار الكولم ديت ونحط عند كل كولم من السبرينج بتاعنا. فاحنا هنا من الامر دوت بعد كده نعمل شيفت، بس هنا نختار مثلا حد ارتفاع. هو هنا بالفيت احنا عايزينها متر. اوكي نختار هنا الكولم تاني. انت عندك اكس 5000 ده بالسنتي. لا انا عايز متر. نخليها مثلا وليكن ارتفاعها 1 متر بس اللي هو ارتفاع العمود. نعمل شيفت تك شيفت ونعلم على كل. هو رسمنا عند كل دلوقتي ايه؟ دايره عمود، وعند كل عمود فيه سبورت هنج تحت. طبعا الخازوق ما فيهوش سبورت هنج تحت، ده هو فيه سبرينج. فهنعلم عليهم تاني ونقول له لا شيل الايه؟ شيل السبرينج الهنج اللي تحت ده، سبورت داتا بوينت ريسترين ونخليه فري. اوكي لو عملنا 3D دلوقتي هنخلي ايه؟ هنلاقي ان كل عمود عبارة عن حاجة بالشكل ده. هنختاره لوحده، سيلكت سيلكت البروبرتيز الكولم اللي هو كولم واحد واثنين ده، شو سيلكشن اونلي اللي هو الأعمدة دي. احنا هنعلم عليهم طبعا السبرينج بتاعنا هيتحط عند نقطة واحدة. طب لو هنفرض ان السبرينج بتاعنا مثلا وليكن مثلا ب 2000 اللي هو الستيفنس بتاعنا، هنفترض ان هو ب 2000. طيب عشان يبقى ب 2000 يبقى هنحطه عند نقطة واحدة. طب افرض احنا مش عارفين نختار النقطة دي، ما احنا مش معقول هنختار نقطة واحدة وما عندناش هنا اوبشن ان احنا نختار ايه؟ النقط اللي في البلان واحد دي. فممكن نختار كله ونحط الجوينت سبرينج بتاعنا بكام؟ ب 1000 على اساس ان هو يحط سبرينج فوق سبرينج تحت، يبقى مجموعهم على التوالي 2000. احنا عايزين نحط جوينت سبرينج عند كل عمود 2000. طب احنا مش هنعرف نختار النقطة لوحدها بتاعت العمود. ليه؟ مفيش اوبشنز هنا تسهل لي ان انا اختار في الزد دايركشن. فاخترت النقطتين وقلت هنحط عند كل نقطه 1000 وخلاص، يبقى مجموعهم 2000. تمام؟ هنقول له هنا اصايل سبورت داتا بوينت سبرينج. طبعا احنا لازم نكون عارفين قيمه البوينت سبرينج ديت قد ايه. نعرفها ازاي بقى؟ في قانون معين كده صراحه انا مش فاكره دلوقتي، هبقى اجيبه مره ثانيه معايا المره الجايه. نعرف بيه. هو المفروض اصلا يبقى عندك فيه عمق جثه وتعرف الستيفنس بتاعتك قد ايه، وهو حمل الحركه في الخازوق ده 1 متر وهكذا. تمام؟ هنفترض ان هو مثلا بكام؟ وليكن مثلا ب 1000 ونص. خلاص كده اللي هو الستيفنس الخاصه بخازوق قطره 70 سم وبيشيل 140 طن. تمام كده؟ وليكن هنحطها مثلا 800 على اساس ان هي كلها 1600 1700 1600 حاجه، وديت عباره عن ايه؟ 1600 اللي هي الايه؟ الاستفن بتاعتي حاطط رقم باسمها يعني. نتك ايه؟ هنخليها 800 عشان بس محدش يتلخبط. 800 اوكي بس كده. هو هيجي يحط فوق 800 وتحت 800 يبقى كله كام؟ 1600. نيجي نعمل ايه بعد كده بقى؟
بس هتدي ديفايد الكولم بروبرتيز، نشيل الكولم واحد دي نقول ده موديفاي، ونخلي دوت ايه نسميه مثلا وليكن 70 سنتي عشان نبقى عارفين ده ايه، او بايل نقول ده اللي هو اسمه البايل بتاعه. تمام كده، ونخلي ايه انكلود اوتوماتيك ريجيد زون اريا اوفر كولم على اساس ان احنا هناخد تقسيم المساحه بتاعه البايل فوق. اوكي، ودي هتزود ايه، هتقلل لي طبعا المومنت الضغط. عايزين نسيف الكلام دوت، كنترول شيفت اس، احنا كنا مسيفينه فين؟ نخليه هنا في السيف. ماشي يا ريت. نيجي اكس واي بقى، اكس واي شو عند فورمات شيف. عايزين بعد كده نرسم الايه الاعمده. هنرسم الاعمده ازاي؟ سيلكت اسف اوبشن اركتكشر بلاد اوبشن، اختار السي كولم. طبعا انت عامل ريتيننج وول من ضمن السي كولم صح كده؟ والايه والريتيننج وول. اوكي، عايز اختار الكولم بس، اقول له سيلكت بروبرتيز. انا عايز اختار الكولم اللي انا هرسمه. طب انا لسه ما رسمتهاش، انا عايز اخفي يعني ايه البايلز ديت عشان ارسم الكولم بتاعتي على لواقف شويه. بكولم بروبرتي بقول له اختار نان، ما تختارش حاجه، بقول له شو سيلكشن اول. طبعا ايه مش هيختار لي حاجه، انا عايز اشيل البايلز كمان عشان ما تقرفنيش. هعمل ايه بعد كده؟ انا عايز ارسم مكان العمود ده برضه مكانه، يا اما ستيف اريا يا اما ارسم عمود. الصح ان انا ارسم ستيف اريا على اساس ايه؟ على اساس ان الحمل بتاعنا لو انا جيت بصيت مثلا العمود زي ده، الحمل بتاعنا فين؟ هنا صح كده؟ طب الحمل ده لما يكون واقع على اللبش على طول مباشره كانه بوينت رود هيزود لي الاستريس، لكن لما اقول له ان الاريا اللي تحت الحمل ديت عباره عن ستيف، يعني خد تقسيم مساحه العمود معاك، يبقى هيوزع الحمل دوت على الاريا وبعد كده يوزعها على، يبقى انا هرسم اماكن العمود ديت بحاجه اسمها ستيف اريا. يبقى هاجي هنا اقعد في حاجه اسمها ستيف بروبرتي نيو بروبرتي، واقول له هنا في حاجه اسمها ستيف، اسميها هنا ستيف. ده اي تخانه باي حاجه هو بيفهمها ستيف وخلاص. اوكي، طب كريت سبورت هو انت عامل ستيف؟ هو في هنا ستيف اصلا، هو هنا في ستيف اصلا. يبقى هاجي هنا من الامر دوت اللي هو كويك درو سلاب اري، تمام كده، واختار اختار بس الكولم لوحديها الاول، اختار الكولم بس شيلك، بعد كده اقول له هنا كويك درو اريا، وهنا اختار بدل ما انا بختار جريد اختار ايه اركتشر دي، واختار هنا الستاب ستاب وهنا ستيف. شفت مع الحركة كده رسم لي ايه؟ ستيف اريا في مكان كل عمود بتاعنا. انا كنت بسمع ايه؟ الاعمدة رسمها بامر التام اللي هو بولي لاين، يعني لازم تكون رسم الاعمدة او اي حاجة بامر بولي لاين. نيجي نرسم بعد كده حدود الضغط او ريتيننج وول. خلينا في الريتيننج وول كمان الاول، نيجي على الريتيننج وول. ممكن الريتيننج وول برضه نرسمها باللي هو ستيف اريا، او ممكن نرسمه وول عاديه خلاص كده، وول عاديه خالص. يعني ممكن نيجي هنا اللي هو اللي بيرسم وول اللي هو درو وول خلاص كده، وبرضه شيفت مع الحركه كده شيفت. هو ما حطش سنتر لاين هنا ولا ايه؟ CD XY بص ده هو مش بيعلق ولا حاجة. هنعمل بس import file import architectural DXF بتاعنا كان فين؟ اهو هندخله بالميت، نقول له override هنا ونقول له add بس هنا ايه بوينت 4. ماشي، نسيب كل حاجه زي ما هي بس نقول اوفر رايد اهم حاجه، وهنا بالمتر تكه. اوكي، نختار الريتيننج وول بس، هنا بقى هيرسم ان شاء الله. ماشي،
نخلي برضو ارتفاعها حوالي 1 متر، احنا مش عايزين اكتر من كده. نعمل شيفت تمام كده. نيجي نرسم اخر حاجه عندنا اللي هي الايه، البلاطه. اركتكتشر دان نظهر الايه الرفت. اوكي تمام كده بالامر اللي هو ده عادي، اللي هو درو سلاب اريا. نيجي على خط البلاطه، نختار هنا ايه سلاب بقى. طبعا السلاب ديت لسه نحط ايه البروبرتيز بتاعتها. نيجي كليك يمين هنا، السلاب ديت ايه وليكن مثلا رفت 140 سم، ماشي، متر 40، مات فوتين يعني. اوكي تمام كده التكة. اوكي نيجي للستاب بروبرتي موديفاير، خليها هنا 0.25، 0.25، 0.25. اللود طبعا هنحط كام؟ مش هنحط حاجة، الأحمال جاية. ماشي والتكة ايه؟ وهل هنحط حاجة في السويل بروبرتي؟ يعني هنحط بيلينج كباس تحت. ليه؟ لأنها متشال على فاضي. نتك هنا أوكي، بعد كده نقول شو أول كده. احنا خلصنا الإيه؟ خلصنا دي، مش فاضل بس إن احنا نعمل ران. بس قبل ما نعمل ران نتأكد من الميشيز بتاعتي. نقول مثلا نخليها 0.75، أنا شايف إن مترها هتبقى كويسة كمان، متر، لأن المساحة كبيرة. الكومباينيشن فايل روت كومباينيشن، المفروض تبقى انت عامل هنا كومباينيشن حاجه اسمها انجل، تجمع ده كله وتحطه في ايه كومباينيشن واحده. انا مش شايف ان الكومباينيشن بتاعتك كامله كده على فكره، ده هي المفروض الكومباينيشن عندك حتى لو قلت سكويت بس يبقى المفروض حوالي 8 بي 4 4 4 4 سكويت في اتجاه اكس، وقلت سكويت في اتجاه سالب اكس، وليس كليك في اتجاه واي وسالب واي. بس ما ماتش متماسك في الاكس والواي، سيبه متماسك. مش هينفع برضه. ليه؟ لان انت اساسا لما تيجي تظبط، انت مثلا يعني انت دلوقتي عملت الاحمال بتاعتك في الاتجاه ده، لازم تعملها في الاتجاه ده برضه. ليه بقى؟ لانك لو عملتها في الاتجاه بس ده هيعمل لك هنا ستريس وهنا لا. طب وانت عايز تشوف الاستريس ده، المفروض الاستريس هنا يبقى زي هنا تاني. يعني انت دلوقتي حملت الرياح في اتجاه واي، مش هيجيبها اعلى حاجه هنا يعني. هيجيبها هنا بس. ده بالنسبه للليبشن. بالنسبه للاعمده، انت عارف ان الاعمده العمود دوت هيبقى زي ده، وده يبقى زي ده، وده زي ده. خلاص كده المفروض تعمل كده، عشان العمود هنا هيبقى عليه مثلا، وانت بتحمل بالرياح من هنا هيبقى ده عليه مثلا تنشن وده عليه كومبريشن. لو من الناحيه الثانيه هيبقى عليه ده تنشن وكومبريشن. خلاص كده، فلازم تعمل الكومبريشن كله. فرض ان انت خلصنا الكومبريشن كلها وكل حاجه بتاعت الايرث كول، قلنا تقريبا هم 8. نيجي برضه هنا ممكن بالنسبه للوول مش لازم، نقول بعد كده هنا ايه نعمل له ران، نعمل باسورد كنترول شيفت اس سيف، نعمل بعد كده ايه ران. ده كده شكل الديسبيسمنت بتاعنا نتيجة الديد رول. عايزين بقى نظهر المومنت بتاعنا، نظهر المومنت اللي هنا، الكومباينيشن بقى بتاعتنا اللي انا عايزها. طبعا دي الكومباينيشن ديفولت، هو البرنامج حاططها من عنده. عايزين بقى نشوف المومنت بتاعنا ام 1.1 وام 2.2. طبعا بنكون عاملين كيس انفلوب عندنا هنا، جاست ان احنا نعمل كيس انفلوب هنا بيظهر لي هنا حاجة اسمها ماكسيمم ومين. خلاص كده الماكسيمم ديت والمينيمم، الماكسيمم اللي هو البوزيتيف مومنت والمينيمم اللي هو النيجاتيف مومنت. خلاص كده، فبنروح ظاهرين ام 1.1 ماكسيمم ومينيمم، وام 2.2 ماكسيمم ومينيمم. ام 1.1 عشان نشوف المومنت في اتجاه اكس، ماكسيمم عشان نشوف المومنت بوزيتيف، اقصى مومنت بوزيتيف، مينيمم عشان نشوف اقصى مومنت نيجاتيف اللي هو ما بين الاعمده، البوزيتيف اللي هو تحت الاعمده. خلاص كده. طبعا هنا مفيش رينج عندي، المفروض برضه احط الرينج بتاعي. هو الهدف بس من الفيديو دوت ان احنا نعرف ازاي بس ندخل اللبش على السيف. بعد كده بقى موضوع التصميم وكده ممكن نقعد مع بعض في تاني.
بس اظن موضوع ادخال اللبشه بالبايظ على السيف سهل شويه، صح كده؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.